السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الوظيفي الأول الوحدة الثانية مصادر الثقافة. سنحاول جماعة أن نجيب على أسئلة الفهم. أنمي معجمي. السؤال الأول: أكمل عائلة كلمة علم. علم، تعلم، متعلم، معلم، علوم، معلومة، عالم. السؤال الثاني: أملأ خريطة الكلمتين معرفة فسيح. الكلمة الأولى معرفة، نوعها اسم، ضدها جهل، مرادفها العلم أو الثقافة. الجملة: الكتاب مصدر من مصادر المعرفة. الكلمة الثانية فسيح، نوعها اسم، ضدها ضيق، مرادفها واسع. الجملة: ملعب الحي فسيح أو ساحة المدرسة فسيحة. السؤال الثالث: أصل الاختيار المناسب بخط. يسعد الأب أن يحدثه ابنه عن انشغاله بالثقافة. السؤال الرابع: أملأ الخريطة رفقة زميلاتي وزملائي اعتمادا على ما ورد في النص. من مصادر الثقافة: المدرسة، الكتاب، الندوات، الصحف، المجلات، المذياع، التلفاز، القنوات الفضائية، الانترنت أو الانترنت. السؤال الخامس: أصل بما يناسب. نصح الأب ابنه بالانتفاع بمصادر الثقافة كلها. أحلل. السؤال السادس: أحدد مصدر الثقافة المفضل لدي وأبين سبب ذلك. إذن قمت باختيار الإنترنت. لماذا؟ لسهولة البحث عن المعلومات. السؤال السابع: أحدد الفكرة الأساسية لكل فقرة. الفقرة الأولى: الطفل يسأل أباه عن مصادر العلم والثقافة. الفقرة الثانية: بجانب المدرسة هناك مصادر أخرى للثقافة. الفقرة الثالثة: الكتاب أول مصادر الثقافة وأوسعها. الفقرة الرابعة والخامسة: الثورة التكنولوجية اكتسبت أهمية خاصة في نشر المعرفة في كل مكان. السؤال الثامن: ألخص النص باستعمال أفعال لازمة وأخرى متعدية. تلخيص النص: تعد المدرسة أهم مصدر للثقافة بالنسبة للطفل، وبجانبها توجد منابع أخرى للمعرفة، أبرزها الكتاب الذي يعتبر أساس الثقافة ومصدر العلم الأول، ثم الندوات والصحف والمجلات، ثم اخترع الإنسان المذياع، التلفاز وشبكة الإنترنت التي اكتسبت مكانة خاصة عند الناس. السؤال التاسع: أتم ما يأتي.
فوائد الانترنت: من فوائد الانترنت سهولة البحث وسرعته، معلومات كثيرة ومختلفة، وسيلة للتواصل.